السلام عليكم وأهلا بكم إلى هذه التغطية الحية والمباشرة لانتخابات 17 أبريل في الجزائر. منذ الساعة 8 هذا الصباح توجه الجزائريون لانتخاب رئيسهم بين 6 مترشحين، بينهم الرئيس المترشح وكذلك الذي تقول كل الآراء وتعليقات كذلك بأنه سوف يخلف نفسه لعودة رابعة في هذا الاقتراع. وخلال هذه التغطية سوف نتواصل مع العديد من السياسيين والإعلاميين، وسنفتح كذلك خطوط هاتفنا وسكايب المغاربية للاستماع إلى وجهات نظركم ورصد مجريات الاقتراع في كامل التراب الجزائري. وأبدأ مع أول متصل أو مع أول ناشط سياسي والمحامي في حركة بركات سمير الظاهر. أننا فقدنا أستاذ سمير بالعربي حسن بوراس، قيادي في جبهة رفض. أستاذ بوراس بعد الترحيب بك، آخر الأخبار تقول بأن حدث تعنيف لتجمع أو وقف احتجاجية لحركة رفض اليوم في الجزائر، إذا أمكن معلومات عن هذا الموضوع. أستاذ بوراس؟ نعم أنا في الاستماع. نعم، السلام عليكم حسن بوراس. قلت آخر الأخبار تقول بأنه تم تعنيف حركة احتجاجية لحركة رفض اليوم، هل من تفاصيل من فضلك؟ نعم، وصلنا منذ قليل خبر تعنيف الإخوة والرفقاء في جبهة رفض. أنا للإشارة لم أكن موجود، يعني أنا موجود اليوم في مدينة البيض، لم أشارك في هذه الوقفة التي. نعم تسمعني؟ نعم نعم أنا أسمعك. لماذا جاءت هذه ربما الوقفة الاحتجاجية خلال يوم الاقتراع؟ نحن قررنا هذا في إطار مواصلتنا لنشاط جبهة رفض المناهض لهذا المسار الانتخابي الزائف ولهذه المسرحية ولمناهضة نظام منظومة الحكم كاملة والمطالبة بالتغيير. قررنا تنظيم وقفة اليوم للتعبير عن هذه المطالب. تم اعتقال وتعنيف عدد من القياديين في جبهة رفض، وأنا كنت منذ قليل على اتصال ببعضهم داخل الكافينياك مقر البوليس الجزائري. تم تعنيفهم والاعتداء عليهم بالضرب والسب كالعادة كما حدث للأخوة أمس في حركة بركات. نعم، لماذا يعني في رأيك يعني اليوم يوم اقتراع، يعني هل خروج ربما رفض في هذا اليوم، ألم تكونوا تتوقعون ربما ردة فعل من هذا القبيل من قبل ربما السلطات الأمنية؟ نحن حضرنا هذه الممارسات مع النظام منذ عدة سنوات. تعرف أن مكونات جبهة رفض هي تنسيقية العاطلين، لجنة العاطلين وتنسيقية أمهات المخطوفين وغيرها من التنظيمات التي خبرة الميدان وخبرة الاعتقالات والمحاكمات منذ عدة سنوات، وهذه لم تكن مفاجأة ردة فعل النظام. نحن نتوقعها ونتوقع اكثر من هذا النظام الاستبدادي. نعم، كيف تابعت مجريات الاقتراع اليوم؟ 4 أو 5 ساعات الان منذ فتح مكاتب الاقتراع، كيف تابعتها؟ المهزلة تستمر بكل شخوصها وباخراجها الرديء. اليوم الجزائر وشهدائها وكل من ناضلوا من اجل الحرية اليوم يوم حزين حقيقة. الصور التي بثت عبر قنوات النظام حقيقة تدل على الإفلاس البين للدولة الجزائرية، حقيقة شيء مؤسف. لقد سوقنا للعالم صورة مسيئة للجزائر التي كانت مثال للعالم الحر. اليوم أظهرنا إفلاس حقيقي لمنظومة الحكم وصورة مشوهة للشعب الجزائري الذي لا يمكن أن يرضى أن يصل به المطاف إلى ما شاهدناه اليوم عبر الصور التي بثت.
نعم، كيف كان هو ربما الإقبال، كيف لاحظت إقبال الناخبين على صناديق الاقتراع؟ الإقبال هو شاهدنا أرجوف كبير وعدم إقبال. هناك عينات من الصور ذهب النظام الجزائري على بثها على انها على 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 اساس انها اقبال كبير، ونعرف كيف 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 يتم اخراج هذه الصور منذ عهود. المقاطعه ستكون قويه وغير مسبوقه، لم تشهدها الاستحقاقات في الجزائر عبر تاريخها. بالتاكيد ان النظام فشل في تقديم اي بديل اليوم، استهلك رجالاته، استهلك افكاره، استهلك خياراته. اليوم يقدم رئيس مرشح مقعد وافكار مستهلكه لن تاتي باي جديد للجزائريين. نعم سيد بوراس، هل تنتظر من هذه الانتخابات او ما بعد 17 بأن يأتي بجديد على صعيد الحريات النقابية على سبيل المثال، أو الحريات كذلك في التجمع وما إلى ذلك؟ هل تنتظر أي جديد من هذه الانتخابات؟ لن ننتظر أي شيء، نحن نواصل نظامنا لانتزاع هذه الحقوق. لقد وعدونا منذ في عدة مناسبات أنهم سيمنحون الحريات ويقدمون إصلاحات للجزائريين، لكن أثبتت الأيام أنهم كانوا يربحون في الوقت ويحاولون مراوغة التاريخ الذي لن يستطيع وقف مساره. التغيير سيأتي ويكنس كل هذه الوجوه التي دمرت الجزائر. نعم، حسن بوراس القيادي في جبهة رفض، شكرا لك. وينضم إلينا كذلك سمير بالعربي هذه المرة، المحامي والناشط الحقوقي وعضو كذلك في حركة بركات. أستاذ بالعربي بعد ترحيبي بك، اليوم تم تعنيف وقفة احتجاجية في البيض لحركة رفض، والأمس كذلك حركة بركات يعني كانت عنفت كذلك وقفة احتجاجية لها في العاصمة الجزائر. إذا كان ممكن تعطي لنا صورة عما حدث الأمس في الجزائر العاصمة لحركة بركات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير لمشاهدي قناة المغاربية. كما قال من تدخل قبلي، تستمر المهازل في المسرحية الانتخابية في الجزائر. بالأمس حركة بركات نزلت في الشارع وفية لالتزاماتها في وقفات سلمية حضارية لتقول بركات لهذا النظام، ولكن هذه المرة النظام استعمل أجهزة الشرطة القمعية، استعمل زبانيته، استعمل بلطجية من ذوي السوابق العدلية، مسلحين بالهروات والعصي وبكلام بذيء جدا اتجاه المتعاطفين واتجاه الناشطين واتجاه المواطنين المارين الذين أرادوا الالتحاق بحركة بركات. لقد عملوا كل ما في جهدهم لإجهاض وقفة حركة بركات السلمية. نحن كنا ننتظر ذلك وننتظر أن يعمل النظام إلى ما هو أكثر من ذلك، لأن هذا النظام الذي يريد فرض استمراريته مستعد لما هو أسوأ مما قام به بالأمس. لاحظنا أنه اليوم أيضا من خرج جوبه بالقمع والعنف اللفظي والجسدي. النظام الجزائري سيستعمل كل الوسائل، سوف يفرض منطقه القمعي وهي سياسة من سياسات الأنظمة الدكتاتورية. الحمد لله كل وسائل العالم البارحة بينت أن وقفتنا كانت سلمية وبينت دكتاتورية هذا النظام وقمعيته الوحشية. نعم، كذلك بعض التقارير الصحفية لم ترصد، تقول بأنها لم ترصد توقيفات خلال هذه الوقفة الاحتجاجية. هل تم توقيف نشطاء من حركة بركات أمس؟ تم توقيف شخص واحد وتم إطلاق سراحه حوالي الساعة الثانية ليلا. هم بالأمس لم يعملوا على التوقيفات، ولكن عملوا على الضرب والشتم والسب، مما أدى إلى حدوث إصابات وجروح كثيرة عند قيادي وناشطي والمتعاطفين مع حركة بركات. هم لم يعمدوا على الإيقاف، ولكن عمدوا على التخويف والترويع والترهيب. نعم، يعني على ذكرك التخويف والترهيب لقيادات حركة بركات وحركات كذلك أخرى رافضة ربما لأحد الرابعة، لاحظنا أنه كذلك في هجوم ربما إعلامي من قبل بعض القطاع من الصحف من الإعلام سمع البصري الخاص وكذلك العام كذلك
يتهم قياديي حركة بركات بتهم الخيانة والعمالة والعداوة للجزائر وما إلى ذلك. كيف في بركات، كيف تلقيتم مثل هذه ربما الهجمة الإعلامية ضدكم؟ هذا هو ديدن الأنظمة الشمولية والأنظمة الدكتاتورية، أنها تخون وتستعمل كل الأساليب لخنق كل صوت معارض. بالمناسبة نحن كنا ننتظر ذلك، ولكن هذه الحملة الشعواء والحملة الدنيئة التي تقوم بها بعض القنوات الخاصة خدمة لأسيادها وخدمة لزرقة ضيقة تريد الاستمرار في الحكم، نقول لها أنها أساءت لهذا النظام أكثر مما تسيء لنا. لأنه إذا تم اتهامنا نحن بالعمالة مع الصهاينة والعمالة مع التخابر مع الجهات الأجنبية، ونحن نسير في الجزائر ونعيش وسط شعب جزائري بدون قيد أو بدون حجز، فإن ذلك إهانة للشرطة الجزائرية وإهانة للقضاء وإهانة للمخابرات أنهم تركونا نسيح في الجزائر بدون توقيت، بمعنى أنه ما في سلطة وما في أجهزة أمنية، ما في قضاء، كأن الجزائر أصبحت مرتع للمخابرات وأصبح للمخابرات الأجنبية وأصبحت مرتع للمتخابرين على هذا النظام. نحن نقول لهم أن حركة بركات وغيرها من الحركات المعارضة هي حركات جزائرية جزائرية، أن ما تقومون به هو من نسج الخيال، أن ما تقومون به لتشويهنا لن يزيدنا إلا إصرارا على أننا في الطريق الصحيح، على أن هذا النظام وصل إلى نهايته، أن النظام يعيش ساعاته الأخيرة. نعم أستاذ بالعربي، وزير الداخلية أعلن في حدود 10 صباحا بأن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات على المستوى الوطني بلغت 10% بحسب أخبار مؤكدة. يعني أنت الآن على الأرض وتشاهد يعني مدى إقبال أو عدم إقبال كذلك الناخبين، كيف هو الإقبال بشكل عام؟ شوف يا أخي، أنا الآن أكلمك من حي بوسماحة في بوز الرعة بالعاصمة، والإخوة اللي في الجزائر يعرفوا حي بوسماحة هو حي قصديري، حي فوضوي منذ حوالي 14 سنة. الوالي الجزائر قال منذ أسبوعين أن من لا ينتخب لا يحصل على سكن، وأمامي الآن مركز تصويت فارغ. حتى أهل هذا الحي الذين هددوا بأنهم لن يتحصلوا على سكن في حالة عدم الانتخاب لا تهمهم عملية الانتخاب، ولم يهبوا كما كان منتظرا منهم أن يلجأوا إلى الانتخاب. لحد الآن الأخبار التي تصلنا من هنا وهناك تقول أن نسبة المشاركة ضعيفة جدا، ولو كانت عندهم الشجاعة أنهم يعطيوا النتيجة الحقيقية لنسبة المشاركة فنعتقد أنها لن تكون أكثر من 10%، مش فقط على مستوى العاصمة ولكن حتى على المستوى الوطني. الشعب الجزائري يا أخي مل الكذب، مل الوعود الكاذبة، وأكثر من ذلك الصورة التي بثها التلفزيون الجزائري هذا الصباح للرئيس المقعد وهو ينتخب زادت الشعب الجزائري إصرارا على أن هذه الانتخابات لن تأتي بالنتيجة، زادت الشعب الجزائري إصرارا على أن هؤلاء يريدون البقاء في السلطة مهما كلف الثمن. لقد أهانوا الشهداء، لقد قدموا بهذه الصورة في هذا الصباح إهانة كبيرة للشهداء، إنهم قاموا باحتقار للشعب الجزائري، يريدون فرض رئيس مقعد لا يستطيع حتى أن يكلم شعبه. والله مسرحية غير مقبولة إطلاقا، إنهم يعيشون ساعاتهم الأخيرة، النظام الجزائري وصل إلى نهايته إن شاء الله. نعم هناك أخبار تفيد بخبر عاجل على شاشة المغاربية الآن يقول بحرق حوالي 19 مكتب أو صندوق اقتراع في بجاية بمنطقة القبائل. هناك كذلك أخبار تفيد بحرق عدد من مصانديق كذلك الاقتراع في البويرة. كيف تفسر ربما يعني هذا الغضب ربما أو هذا الموقف من جانب بعض الجزائريين الرافضين للعهد الرابع ولهذه الانتخابات وتحوله ربما إلى أعمال عنف؟ نعم، هم بالمناسبة نحن في حركة بركات ندعو دوما إلى سلمية المواقف وإلى سلمية الخطابات، ونندد بكل العنف اللفظي والجسدي، وندعو دوما إلى التغيير السلمي. الحقيقة أن هذا النظام هو الذي أوصل الشعب الجزائري إلى أن يقوم بمثل هذه الأعمال من حرق وتخريب، لأنهم في خطاباتهم خلال الحملة الانتخابية هددوا الشعب الجزائري بأنه في حال ما إذا لم تكن هناك عهدة رابعة سيدفعون بالبلاد إلى اللا استقرار، إنهم يحصدون ما زرعوا خلال 15 سنة الأخيرة.
نعم، ربما سؤال أخير أستاذ بالعربي، ما بعد اليوم، يعني كيف تتوقعون أن تكون، يعني الرئيس المرشح لخلافة نفسه يقول بأنه سوف يعطي فرصة أكبر ويفسح المجال أمام الإعلام، أمام السياسيين، أمام الأحزاب، أمام الجمعيات، يعني ولكن عشية هذه الاقتراع نلاحظ الآن هو هناك قمع، هناك تعنيف، وهناك تضييق لهذه الحريات التي يتحدثون عنها. كيف تنظر لما بعد للحريات العامة وحقوق الإنسان ما بعد 17؟ نحن نعتقد أن لن تتغير كثيرا من الأمور. غدا الرئيس المترشح سيكون الرئيس الفائز في الانتخابات. نعتقد أنه ستكون هناك تضييق أكبر على الحريات. بالمناسبة منذ 3 أيام تم سحب الإشهار من جريدة، من 3 جرائد، وهي وسيلة من وسائل هذا النظام القمعي. نحن نتوقع أن يكون هناك قمع على المعارضين للوحدة الرابعة، سيكون هناك قمع وتضييق للحريات على الناشطين للحرية، ولكن نقول لهم أن أن النضال سواء من طرف أو من طرف غيرنا أو من طرف النقابات في الجزائر أو من طرف الأحزاب التي رفضت هذه العهدة، سيستمر النضال وستستمر الاحتجاجات وستدفعنا بالبلاد إلى الهاوية. نحن نعتقد أنهم سيعملون كل ما في وسعهم لمزيد من خلق الحرية، خلق الحرية، لأنهم من لم يستطيع أن يفتح المجال السمعي البصري في 15 سنة وهو واقف على رجليه لا يستطيع أن يقدم لنا الكثير وهو مقعد. نعم، شكرا لك الأستاذ سمير بالعربي، المحامي والناشط الحقوقي وكذلك العضو في حركة بركات الرافضة للعهد الرابع. أذكر فقط بأن هذه التغطية حية ومتواصلة لانتخابات الرئاسة في الجزائر اليوم وغدا كذلك. أذكر فقط كذلك المشاهدين بأنهم يمكن التواصل معنا، وسوف نسعى خلال هذه التغطية إلى إدراج أكبر عدد من اتصالات المشاهدين والمشاهدات للإدلاء بوجهات نظرهم وكذلك رصد ما يجري اليوم من في عملية الاقتراع. ونأخذ أول متصل وهو الأستاذ، إذا كان ممكن تعيد، محمد حيرش أستاذ جامعي. محمد، أستاذ محمد حيرش. ألو. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام أستاذ. سلام على قناة المغاربية والمشاهدين الجزائريين اللي تابعوها وكل المهتمين بالأمر. وعليكم السلام أستاذ حيرش. ملاحظاتك ربما أستاذ خلال هذه 6 أو 7 ساعات من عملية الاقتراع الآن. المتابعات عن طريق القنوات الوطنية والتلفزيون، مازال ما خرجش من البيت لحد الآن يعني، والرغبة لحد الآن متذبذبة في نفسي، هل أشارك بانتخابي تلبية لربما طلب المترشح بن فليس اللي يبقى هو مهما كان المترشح المقبول مرحاليا، المقبول مرحاليا، واللي ربما المشاركة تاعنا والمساندة تاعنا ليه حتى وتكون مساندة معنوية، لأن متأكدين بأن الاقتراع كما ذكرت كل التحاليل، الاقتراع هو الآن يعني قد بث في الأمر من قبل. نسمع أن الآن وزير الداخلية الجزائري اللي يتكلم على نسبة المشاركة الوطنية اللي حقت على الساعة 11 حوالي 9%، نظن باللي الحد الرقم في حد ذاته مبالغ فيه. أنا كنت حاب يعني بحق أتدخل في الأيام السابقة لكن لم أتمكن في إطار الحملة الانتخابية. لا. التي كانت يعني شابهة كل التجاوزات اللي سجلها لنا التاريخ، وفي نقطتين يعني أساسيتين، هي أن النقطة الأولى أن أول مرة ربما في تاريخ الجزائر افترق الجمعان وأصبحت الأمور واضحة لا لبس فيها، فمجموعة فساد بكل مؤيديها وبكل من سكت عليها، والمجموعة الثانية بما فيها من إسلاميين ولائكيين وديمقراطيين لربما في البرامج متناقضة ولكن متفقة جميعها على أن الحل للشعب الجزائري الآن والمرحلة 17 أفريل لابد أن يكون فيه تغيير. لا نطلب من التغيير الشامل يعني والعاجل، ولكن لازم تكون فيه بداية تغيير. بداية تغيير أولا من أن الرئيس سيد عبد العزيز بوتفليقة على كل ما عنده من تاريخ لا غبار عليه يعني في السابق، من 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 جهاده وهو في عمر 17 سنة،
الى اليوم اللي اصبح في عمره 77 سنه، يعني تقريبا 60 سنه من الجهاد، ولكن الغى كل الناس. فالجهاد هو معناها هو ذاته، وكل من يخالفه فهو خائن. وهذه معلومة عليه خطيرة، يعني في الوقت الحالي أنها تصبح يعني بهذا الراديكالية في التفكير. أظلم اللي السيد الرئيس تاعنا يعني عنده مشكلات ذاتية في النفس، اللي ربما طغات بوجود يعني نقول الحكم الشامل الفردي والوحيد، واللي عنده الكلمة الحق يتكلم في السياسة الخارجية، وعنده الحق يتكلم في سياسة التعليم، وألغى كل الإطارات وكل الأدمغة، وأحاط بنفسه يعني شيء ملحوظ بأناس لا كفاءة لهم ولا مبادئ ولا غير على هذا الوطن. اليوم لما نشوفوا مثلا السيد الرئيس يتقدم وينتخب على 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 كرسي متحرك، أمعنى هذا أن هذا الرجل بكل أمراضه المعروفة والتي لا نعرفها هو الوحيد القادر أن يسير هذه البلاد؟ هذا استخفاف يعني بعقول الناس، ووش نقول تحييد للطبقة المثقفة. نظن باللي ربما إذا مزت معي على الخط الأخ الكريم، مانيش عارف مزت على الخط. نعم لكن نعم. مقاربة تاريخية، اسمح لي ندير مقاربة تاريخية ربما خطيرة في الظاهر. مقاربة تاريخية بينه وبين مثال الحاج. مثال الحاج أب الوطنية الجزائرية من العشرينات، إنسان جاهد وأفنى شبابه في إطار الحراك السياسي المدني الذي كان قائم قبل 54، قبل الثورة الجزائرية، وانقلابه على الثورة الجزائرية بعد 54 بمجرد أن هذه الثورة قامت بدونه، فأصبح يعني وصنف يعني في التاريخ الجزائري المعاصر في صنف الخائن. يعني أستاذ حيرش، أشكرك على المداخلة. محمد حيرش الأستاذ الجامعي من الجزائر، شكرا لك. وأنتقل كذلك مباشرة إلى سيد آدم العناني، وهو ناشط سياسي وأحد ممثلي سيد المترشح علي بن فليس هنا في لندن. أستاذ العناني، بعد ترحيبي بك، تابعت ربما ما يجري اليوم في الداخل من عملية اقتراع، وكذلك ربما كنت قد تابعت كذلك العملية الانتخابية في هنا في لندن وبريطانيا. ما هي أهم الملاحظات التي سجلتها؟ السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. فيما يخص ما يجري هنا في لندن، الحقيقة النقطة الوحيدة اللي تمنيت ما كانتش تصرى هي أنه الدقيقة الأخيرة كانت الانتخابات مشات من القنصلية، ذهبت إلى السفارة، وهذا خلى مشكل كبير للجالية الجزائرية، ما عرفوش فين يروحوا يصوتوا، بدليل أنه حتى السبت للأحد القنصلية بعثت لهم يعني في الأخبار الجزائرية، وبعثت لهم للأسماس وكذا وكذا. ولكن فيما يخص الانتخابات هنا كانت شوية يعني ثقيلة شوية، مع المقاطعين، مع الناس ما تعرفش فين السفارة، مع كذا وكذا. لكن بين الاثنين الثلاثاء الأربعاء يعني كان الناس بدأت ترجع وتجي تنتخب وكذا. نعم، إذا تفضلت آدم العناني، فقط أريد أن أشير إلى آخر المعلومات التي أعلن عنها التلفزيون الجزائري حول نسبة المشاركة، وأود أن أسألك كذلك عن نسبة المشاركة أو ما تتوقعه من نسبة مشاركة هنا في لندن. تقول آخر الأخبار أن نسبة المشاركة في البويرة 4.5 وأدناها هي 2.66 في تيزي وزوب، بينما أعلاها كذلك هي في مستغى 15.89 وتندوف 25.69. المناطق الجنوبية معروفة بمشاركتها يعني المرتفعة دائما في الانتخابات. الآن أعود ربما كذلك إلى نسبة الإقبال هنا في لندن أو بريطانيا، كيف، هل هناك من معلومات؟ أنا نظن أن هي أولا نحب نقول شيء تكون يعرفوه القنوات الجزائرية خاصة في الجزائر، أنه المادة 194 من قانون الانتخابات يقول يمنع منعا باتا صدر الآراء لهم، لا الآن كراهم يعطوا الآن في الحسابات كما يحلو لهم،
هذا شيء آخر. لو كان احنا عطينا الحسابات قبلهم لكانوا طبقوا القانون علينا كالعادة. أما لا نولوا لصبر الآراء كي خلاص لو يقولوا ما احنا تاني تنقولوا راهي أقل أنظن حتكون لأكثر من 10% هنا. والجالية الجزائرية معظمهم هنا يعني صراحة مشوا مع بن فليس. يعني أنا نستنى في بريطانيا بن فليس يجي الأول والعلم لله شكون يجي الثاني في الحقيقة. فيما يخص ما يحدث في الجزائر سمعتك تقول على يعني حرق الصناديق في بويرة وفي بجاية كذلك. نعم بجاية نعم كذلك. هذا يعني أنا نقول من طبيعة النظام يدير هذه ماشي الشباب الجزائري أو يدير هذا. يعني هذوك البويرة وكذا وكذا معروف أنهم يا مقاطعين يا بن فليس 100%، ليس هناك شيء آخر. هذا يعني أستاذ عناني. نعم. سيد عناني يعني هل كنتم لا هل لم تتوقعوا مثل حدوث مثل هذه الأعمال؟ لأن كل المؤشرات كانت تشير بأنه ربما قد يحدث هذا مثل هذا الصدام أو بعض الأعمال العنف هذه. نعم طبيعي، لا كنا يعني نتوقع كل شيء، ولكن السيد علي بن فليس قد أمر أن لا نرد بالمثل ونسكت وحتى نتبع القانون حتى آخر دقيقة أولا. وثانيا يعني فيما يخص ما يجري فإحنا لما لم يكن كما يكونش عندنا دليل نعم نتكلم. ولكن سيد عناني أشكرك سيد عناني. نعم أشكرك عناني على المداخلة، ولكن لدي متصلات كثيرين وكثريات كذلك على الهاتف ينتظرون للإدلاء بربما كذلك ما شاهدوه ولاحظوه اليوم من ملاحظات حول هذا الاختراع. أشكرك آدم العيناني الناشط السياسي الذي كان معنا من لندن. أنتقل مباشرة إلى البويرة. عيسى إذا كان ممكن، سمعنا أنه فيه حرق لمراكز الاقتراع، فيه 19 مكتب اقتراع تم حرقها في بجاية، أعطينا آخر المعلومات من فضلك. للأسف فقدنا عيسى من البويرة. أنتقل إلى عنابة مع توفيق. توفيق من فرنسا. وي سي سا، السلام عليكم خويا. حبيت باش جيت نبدل رايي اليوم مع الفوت هذايا. نعم اخي. فوالا انا شي كونتر هذا النظام تتفاصل من بكري. انا بوتفليقه ما على باليش بيه صافي 15 سنه ما يمثلنيش. الوغ سورتو سيت فوسي ونشوفو فيه سوغ اون شاز غولونت سي لا اونت الشعب هذا اللي راه معاه. وانا ما فوطيش تتفاصل، لا انا لا ولادي لا المرأة لا حتى واحد. وإن شاء الله ربي يكون مع الشعب الجزائر. وي خويا توفيق، عبد السلام بوشارب على سبيل المثال مدير الاتصال بوتفليقة على سبيل المثال يقول اللي قال لي توسير الجزائري موقع كل شيء عن الجزائر يقول بأن بوتفليقة ليس ني با لو بروميي بريزيدون ا فوتي او فوتي او فوتي غولون، يعني ليس الرئيس الأول الذي يصوت لي بصوته في كرسي متحرك. هل كان يتحدث ربما عن الجزائر أم عن بلد آخر؟ كان يتحدث على واي ديزني ديس انيمي. كان يتحدث، أنا جامي شفت رئيس في عالم سو ان شاز غولونت، جامي شوف غير لي مالاد. نورمالمون بوتفليقة دخل نعرفوه بالاستوار تاعو مع بومدين، كان برومي مينيست وكان زعما وطني وماش عارف، هذا خرجونا عليه باللي سرق دراهم وراح لاسويس. انا صغير تتفاصل ماش فعلوش، كنت صغير في ذاك الوقت. بعدها دخل من باب واسع الى الجزائر بس سقم زعما الصلح وكذا، ماشي هو اللي دار الصلح، الصلح اللي داروه لي جينيرو هما يطردقوها في الجزائر وكيحبوا يصلحوها كيما قام يخلعوا في الغاشي يقولوا لهم عندنا الجيش وعندنا الارمي وعندنا مش عارف وكذا. سي 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 ما فهمتهمش انا هادو، يا راهم دايرين الشعب تاع الجزائر شغل دي شعب دي نعم. دي جينيور. توفيق توفيق لو نرجع بك عن عمليه الانتخاب في الشعبي. توفيق انا عندي فاميلتي في الجيش، عندي جيراني في الجيش، هادو شعب نشوفوهم انا نحير فيهم كي يهضروا على الجيش وكذا. سي كوا الجيش؟ الجيش ماشي هذاك جينيرال الجيش، الشعب الجيش هذاك الميني اللي راه في السلاح جينيرال يمد كل يزورد. سي كوا هذا توفيق؟ فهمت هذه العقليه. توفيق اذا كان ممكن اعود بك الى عمليه الانتخاب في فرنسا، كيف كانت كان الاقبال؟ خو ما كان حتى اقبال، انا تكون في نونت
ما رحتش نفوطي بصح صحابي كاين اللي راحوا الكونسيلا ما كان كاين هذوك الشياطين تاعهم هذوك تاع دائما هذوك ممكن كنا بكري نجيو نخدموا الباسبور وكذا ما يديروش لاشان وكذا هذوك نعرفوهم هذوك اللي يسيرجوا الصباط وكذايا وبارسا الغاشي اللي نعرفونا بيرسونال مليح بالجزائر ويحب الشعب تاعو ويحب الجزائر تطلع واحد ما راح دوزيام شوز هادو هي الدوله تاعنا ودارت لونسياج هذاك ومدت الدراهم لا بروف غير بالبريمي مينيست تاعنا هذاك كان يهضر ديك الطريقه لما يقولوا بلي مدينه دراهم باللي جانوا طوموبيلات وباعوهم وزوجوا خليه يزوجوا دراهم تاعو هذا باش يقول خليه يزوجوا ولادو هادو يا دراهم دراهم تاع الشعب كيفاش يقول خليه يزوجوا توفيق اشكرك توفيق اشكرك ولكن نريد كذلك ان نعطي الفرصه للمتصلين من الداخل لانهم ينتظروننا نور الدين من سوق اهراس نور الدين نور الدين من سوق اهراس فقدنا الظاهر نور الدين من سوق اهراس هل هناك متصل او متصله اخر او اخرى كذلك نقول نحن اذكر فقط باننا نتابع عمليه عبد العزيز من سكيكدا عبد العزيز عبد العزيز من تفضل من تبسة عبد العزيز نعم خويا اي زاد هوند من مسكيكدا انا نعم من معي انا نسمع فيك نعم من معي عبد العزيز من سكيكدا السلام عليكم وعليكم السلام واش حوالك خويا الحمد لله كيفاش راكم اليوم مع الفوت واو لا ما نفوتيش انا مخرش. ما خرجش انا خويا انا نسمع فيك بخير خير خويا نعم انا نسمع فيك واش حوالك بس باش حكم ياك ما حكمتش عبد العزيز اذا كان ممكن تسمعني من التليفون ماشي من التلفاز من فضلك نقص التلفزيون من التليفون نعذر ما راحش تبدا تفوطي علاش ما راحش تفوطي ما نمنش باش ما تمنش ما نمنش انا ليا كون جاو ياخذوا رايي لي سان كونديدا يجيب دور واحد والشعب كامل ما يروحش يفوطي نعم شكرا لك عبد العزيز من سكيكدا اذكر فقط بانه تم هناك خبر ظهر على شاشة المغاربية وهو اعتقال الرقم الثاني في الجبهة الإسلامية للإنقاذ الشيخ علي بن حاج اليوم في العاصمة مصطفى من تندوف نعم نشكر قناة المغربية على هذا المنبر الذي فتحته لنا نحن عندما ننظر إلى إذاعة النهار إذا تلفزيون النهار وماذا تفعله هي ونوميديا نيوز في محاربة بنفليس بعدما رأوا أن أغلبية الشعب زي هو معهم الشعب أصبح الآن يفهم أن بوتفليقة قد انتهى والشعب في تندوف أو في 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 الشرق أو في الغرب أو في الوسط لأن يعني وصولي من 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 الغرب الجزائر وأعمل أقطن بتندوف ف أصبحت التلفزيونات الخاصة في الجزائر تحارب بنفليس بعد ما رأوا شعبيته نسبة المشاركة في تندوف هي دائما معروفة بكاساتها وهذا لعدة عوامل معروفة أغلبية الشعب منقسم بين بوتفليقة لمصالح خاصة ومن يريد التغيير السلمي ويريد أن تنتقل الجزائر إلى مرحلة نتمناها كلنا المقاطعة هي لا تنفع ولا تأتي بأي نتائج قاطعنا كذا من مرة وبقى الحال على ما عليه فأنا من مؤيدي في بنفليس وأتمنى فوته وانتظره بفارغ وشكرا مصطفى من تندوف ذكر فقط بأن نسبة المشاركة في تندوف بحسب التلفزيون الجزائري هي 25.69 ستيف مع ياسين هذه المرة ستيف السلام عليكم وعليكم السلام أخي ياسين تفضل يا أخي أنا من المقاطعين وأرى في المقاطعة هذه هي الحل
وذلك ان شاء الله بعد انتخابات. ياسين انت خرجت اليوم، خرجت شفت الناس اللي راحوا لفوطي اللي ما روحش ولا؟ خرجت شفت الشعب قليل ما كان والو غير الناس كبار السن واللي الناس اللي استطاع النظام يراوغهم الكذب والتدليس عليهم. نعم. ياسين لحوانت، لحوانت على سبيل المثال، انت في قلب، انت في الصيف يعني قلب العاصمه او خارج الصيف؟ اذا كان نسال كذلك عن يعني الحوانت مفتوحين مغلوقين، كيف هي الحياه في الصيف؟ الحوانت عاديه، الحياه عاديه. نعم. مفتوحين. واش انا عندي كلمه نقول النظام هذا بان فساد وبان هذاك، نحن ضده وباذن الله سنغيره بالطريقه السلميه. أنا أنادي بالطريقة السلمية والخروج إلى الشارع بعد هذه الانتخابات، خروج والاعتصامات بطريقة سلمية، ومن لم يكن سلميا فليس معنا. نحن نطالب بالطريقة السلمية والضغط على النظام الفاسد. عصابة الجنرالات هذه راهي قود اللي كانوا ضباط عن فرنسا وأعانوهم على الاستيلاء على الحكم في البلدان العربية المسلمة لكي لا تقف ولا تنهض ثقافيا واقتصاديا. وباذن الله قد سنعتصم، نقوم باعتصامات في كل المدن الجزائريه في ساحات الشرق وجميع الغيور على بلده، على بلده، ان ينهض سلميا وان لا دراسه ولا عمل وغلق الحياه والاقتلاع على النظام الفاسد، لان جربنا التغيير بالانتخابات عده مرات لم يستجيبوا، وذلك ولوجود ديمقراطيه مغشوشه. شكرا لك. هم ينافقون على هذا الشعب. شكرا لك ياسين من سطيف، والى ياسين اخر هذه المره ولكن من بويره. ياسين من البويره اذا تفضلت اسمعني من الهاتف وليس من التلفاز. انا من الهاتف، اسمع من الهاتف. جزاك الله خيرا. ياسين سمعنا احنا لان اليوم صار فيه حرق لمكاتب الاقتراع في البويره وكذلك بجايه المجاوره كذلك. انا عندك من المعلومات ثاني كان حاق لمكان للبيوت فوت على مستوى إغلالي. اذا كان ممكن ياسين اسمعني من الهاتف، نقص من الهاتف. نقص التلفاز، نقص له ماذا بيك. انا عمي هكا سم... نعم ياسين. انا عمي نسمع. إذا كان ممكن نقص التلفاز من فضلك. هاي نقصت. نعم ياسين. حبيت نهضر لك على الانتخابات. نعم. أولا وقبل كل شيء كنت صبح في البيرو دو فوت، رحت في الشارع تاعي وين نسكن، ما كان حتى انتخابات. شفت أنايا ما كان حتى انتخابات، الناس ما تبالش بالانتخابات، لا بالرئيس. لا بوالو، فهمت؟ الناس حبت التغيير والتغيير السلمي. أو كرهنا كي تشوف رئيس جمهورية سيرش جرونوت وكارثة. حشمت أنايا، حشمت، شفت لي مزاجي حشمت. كرهنا سبحان الله، وقتها نتبدلوا كون شونجمون، وقتها نتبدلوا خلاص كرهنا، فهمت؟ تكون طالب جامعي تخرج ما كانش الخدمة، ما كان والو، خوتي في الدنيا ما كانش، أو كرهنا، فهمت؟ أو كرهنا. واش انتخابات؟ وين راه الانتخابات هذه؟ وين راه الانتخابات؟ انا نشوف ما كان حتى انتخابات. شفت انا هذا وين دخلت؟ فهمت؟ هذا وين دخلت؟ طلع تما الانتخابات، حتى انتخابات. الناس كرهت، الناس كرهت، با شونجمون، فهمت؟ ما كان حتى التغيير. فهمت؟ انت الشعب الجزائري هذه مهزله، هذه ماشي انتخابات. وقتاه نوصلوا يكون عندنا انتخابات نزيهه وشفافه. انا على بالي نحلم باش نفوطي، نحلم باش يكون التغيير. فهمت؟ كي فوطي واحد على ما على باليش انايا انسان ما يقدرش ميم با يمشي، ميم بقى يوقف. كيفاه حبيت انايا فوطا كنت طالب جامعي، فهمت؟ كيفاه حبيت فوطا انايا شغل ما على باليش انايا كيفاه؟ واش من ليماج نمدوها للموند هذه؟ واش من ليماج نمدوها؟ او كارثه او مهزله، فهمت؟ او مهزله او كرهنا، فهمت؟ كرهنا. ما على بالناش كيف دوكا تمشي البلاد هذه، وين راهي تمشي؟ وين؟ ياسين شونجمون. ياسين انا ما نسمع فيك. وين الحل؟ وين راه حلها؟ الحل التغيير السلمي،
الانسان المدني. هنا ما نفدوش الاحتباس ديال الاخرين. احنا شونجمون باسيفيك. لازم كل واحد فينا يفهم بلي لازم وحده يكون تغيير. باسيفيكمون كيما يقولوا، ماشي بالسلاح ولا بالحرائب باش نحرقوا ولا. باسيفيكمون، انا واحد من الناس، فهمت كيفاه؟ انا واحد من الناس دركا ما فوتيش، وما خداش نفوتي، مستحيل نفوتي كاع، فهمت؟ ما كانش على مين تفوتي رحم والديك؟ على مين تفوتي؟ تفوتي على وليد النظام؟ كاينين وليد النظام، جيبوا لنا واحد ماشي من النظام اسيدي، جيبوا لنا واحد ماشي من النظام يكون ديمقراطي، نفوتيو عليه وتبدل البلاد هذه. خلاص كما يقولوا با ديسبوار، كان خلاص با ديسبوار في البلاد هذه خلاص، فهمت؟ باش نحرق ما نحرقش، نعيش في بلادي انايا، بصح نعيش راسي واقف. نعيش راسي واقف، ما شوفش انايا كيما لي زيما جادو، واحد ما لاباش انايا فوق كرسي نفوتي عليه، كيف غدوة يوقف يدافع عليا؟ باه يدافع، باش جولونت. يا سبحان الله، ان شونجمون، لازم يكون شونجمون باسيفيك، لأن نطلب انايا مرحلة انتقالية. مرحلة انتقالية باش يروح النظام، انا ماشي على العودة ربي انا نهضر لك، يروح كاع النظام، كاع السيستم هذا يروح، ماشي على جال واحد، ماشي على جال بوتفليقة ولا الاخرين، على النظام، النظام يروح، حنا حبينا النظام، ماهضرش على العودة ربي ولا النظام يروح، فهمت؟ كان هنا من النظام حنايا، ما كان ما عندنا ما إلا ريان في دوبي 62 حتى دوكا والو، ما دار والو النظام هذا، ما كانش غير الاقتيلات. ولي زاريستاسيون بعد وقته انا بغيت فوت ما على باليش باغي شي يجيو الدولي وشي جامي ما كاش ثقه لازم تكون ثقه بيناتنا ثقه لازم تكون ثقه بين الجزائريين ثقه بين الجزائريين باش يكون التغيير والتغيير السلمي شكرا السلمي. لك ياسين من البويرة شكرا لك على المداخلة ألمانيا هذه المرة مع مصطفى وعليكم وعليكم السلام مصطفى تفضل أخي يا اخي اولا بعد سلامي لعبد الغني اخو تاعكم هذاك ما شاء الله السلام عليك الخير تفضل وليكم على كل حال ماشي زعما المهم هذا الرئيس هذا اللي مش رئيس راه كيما يقول لك مترشح انا شي باغي عربي شي باغي تفضل تحدث بالفرنسي مش مشكل هذا اللي قال لك رفد راسك يابا الجزائريين بكري رسالهم في السماء ماشي حتى ما نستناش حتى وين يجي هو يقول لي في دراسك يابا الجزائريين رجال ايزاجيريان سي دي زوم وبمعنى الكلمه وهنا في المانيا يشهدوا فهمت واش حبيت نقول لك هنا في المانيا انا راني زوق في الدار على كل حال عندي انني ما رحت نفوتي ما نحوس عليهم ما والو باسكو راني غير كيما قصرت مع شيخ عادل بون الاخو اسمه الكوليك تاعك قلتها له قلت له عظمت له الله قلت له نقسم لك بالله غير يديها بوتفليقة وتعيا تشوف قلت له نقسم بالله قلت له يا لو كان الشعب الجزائري كاع ونشوفوا بعينينا باللي كونتر بوتفليقة غير يديوها الدرع هادو ما قلت حاجة هاد الحكومة هاد النظام معزة ولا طارد تعرف واش معزة ولا طارد هما معزة ولا طارد حنا كباش ولا يعني الكبش يغلب المعزة احنا الكباش حاشا الجزائريين يعني كل احتراماتي كاع للجزائريين احنا كباش ولا طار والله باذن الله غير طيروا باذن الله واش حاجه وحده حنايا انا يعني نقول للشعب الجزائري من نور للسود من ليست لويست الفو دوني لو ماكسيموم تخرجوا ما كاش خرجوا سلميا ما ديروش و يفو فاي اتونسيون باسكو على بالك مع هادو الدياره هادو ما يعني الواحد ياخذ لي بروكوسيون تاعو على بالك يقدر يرمي لك شي حبيبات بين الشعب ويشعلوا لك النار وتنوض الهلوله واك تعرف وهادو ما يروحوا كيما اليوم صبح شعلت الكانال انا ما نشوفوش على كل عشت اليوم برك على جال فوق باش نشوف في الكذب كيفاش دخل يعني توحد ربي نقسم لك بالله هادو ما راهم يتمسخروا بينا ولا حسبونا اميين يروحوا ينترفيو العجائز والشيوخ اللي في القريات وتشوف انت تقول جاز كي تشوف هكذاك تقول انت شوف كي تشوف الكانال الجزائري تقول راك في لاسويس ولا راك في المان تقول انت يا الجزائر ما كاين والو ما كان زعما ما كانش هذاك المشكل تاع اللوجمون المكاين راك شوف يقول لك انا سمعت دي جون يقول لك بوتفليقه دار واش دار بزاف مصطفى أشكرك مصطفى على المداخلة ولكن لدي الكثير من المتصلين والمتصلات من
الجزائر، وانت تعرف كم هي غالية كذلك الاتصالات من الجزائر. هشام من ميلا. اهلا السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل هشام. صافا خويا. والحمد لله، تفضل اخي. يا خويا الانتخابات هذه ماهيش انتخابات اخويا، هذه مازال هذه كنخونا احنا حابين كنخونا. عيب 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 عايش عايش، انا شفناه اليوم، انا شفناه معوق يحكم بلاد. عيب، انا ما مفوطين مفوطين على انسان هكذا مازال يحكم بلاد، هذاك انسان يمثل يحكم بلاد. هذه جزائر، احنا يقولوا جزائر عظيمه، با عظيمه طفات بلاد راح تروح راهم داوها خلاص. واش من فوط واش من انتخابات؟ واش المهزله هذه؟ هذه مهزله، راهم يضحكوا علينا، الدول يضحكوا علينا، في العالم كاع يضحكوا علينا. جامي صرات في دوله يجي رايس هكذا، جامي صرات في اي دوله. واش من انتخابات؟ كيف كيف كاع في بوتفليقه في بنفليس كاع كيف كيف، هو نظام واحد. بصح الحمد لله يا ربي كي ولاوا يقولوا جبهه التحرير، يقولوا جبهه التحرير ارهاب، راهم قالوا بنفليس راهو ارهابي ويهدد. الحمد لله يا ربي هو وليد الافلام، انا شفناه ولاو يتهموا ببعضهم. ما كاينش اسلاميين ذاك، شكون يتهموا؟ يتهموا بعضهم بالارهاب. وشكون الارهاب؟ الارهاب حركة بركات منافقين خجول الشاء اللي خرج يطالب بحقه واللي ارهابي. حنا رانا نطالبوا بالبلاد ترجع علينا، وما بقاش سكوت، ما نفوطيش وما نسكتوش. حنا انا عندي 27 سنه سكوت، بصح درك ما نفوطيش وما نسكتش، ماشي ما نفوطيش ونقد، ما نفوطيش وما نسكتش على حقي، والبلاد راهي راح تروح، والشباب الجزائر وما نفوطيش، بصح ما ساكتش على حقه. شكرا لك هشام من شكرا لك هشام من ميلا. أذكر فقط بأن تلفزيون الجزائر كان قد أعلن بأن نسبة المشاركة في الجزائر العاصمة هي 5.80، بينما الأصداء التي تأتينا من الجزائر العاصمة كذلك تشير إلى وجود إقبال، لا يمكن الحديث عن إقبال حول هذه الانتخابات، وإنما هناك لا مبالاة، ويعتبرها البعض كذلك بأنها لا حدث على الأقل في العاصمة الجزائر. هشام من شلف هذه المرة. هشام. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام هشام، تفضل أخي. في خصوص الانتخابات هذه يا أخي، الشعب راه حر، حنا راهي عندنا وراي نورمال، الشعب عادي، الحوانت كاع مفتوحين كما سمعت ساكتوا تهضروا. الشعب حر، هو عنده حرية الاختيار في اللي يختار شكون هو اللي يمثله. كيما أنا واحد من الناس، أنا مع بوتفليقة ولا بغفاء مريض كاع أنا معاه. ربطونا تعطونا البديل ونفوطو، ما كاش بديل، ما كاش اللي يمثل هذه البلاد ابار بوتفليقه. حنا والفنا عندنا 4 سنين رانا هكا العافيه يا خويا، والشعب هو اللي يختار الممثل تاعو. الشعب اختار بوتفليقه ما يحوسوش، حنا ماناش نضموندو العنف، حنا نحوسو على العافيه. الا اختار الشعب يا اخي بوتفليقه، بوتفليقه وصاي، ولا اختار بنفليس، بنفليس، الشعب هو اللي يختار. حنا ما نحوسو على العنف، ما نحوسو على العافيه هنا في البلاد. برك شكرا لك، شكرا لك هشام من الشلف. ناخذ فاصل قصير ثم نعود لمواصله هذا النقاش، فابقوا معنا.